أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم منع الرجل امرأته من الإنجاب بحجة أنه يريد أن يتمتع معها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز منع الحمل إلا لعذر شرعي، لأن يخاف عليها من الهلاك. إذا كانت إذا حملت يخشى عليها من الموت لا بأس باتخاذ ما يمنع الحمل، ما يقطعه ويمنعه. أما إذا كان لا خطر عليها ولا خوف عليها، وإنما مجرد يريد أن يستمتع بها، فهذا لا يجوز. تحديد النسل لا يجوز، إنما ترتيب النسل عند الحاجة، يعني يتخذ ما يؤخر الحمل إلى أن تقوى المرأة على استقبال الحمل الجديد، هذا يسمى ترتيب النسل، لا بأس عند الحاجة. نعم.